فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ فهمنا. زكاتك معني، انا بدي انسحب عن المطبخ، بدي ساوي اكل. هلا لازم تطلعيني بتحمصت الكي؟ انت مثلك مثله، بتضلي واقفه ومبسمره لحتى يخلص الاجتماع الاصطباحي، فهمتي؟ حبيبي محروس بلش رصيدك يخف عندي، ما عم تسيطر على المدام. طرفة عم تعملنا عي. ليه مش عم تعملنا عي؟ عم تعملنا اكل. بس انت وياه ضريب يشك ويشك ان شاء الله. جحش. السلام عليكم. خالتي خالتي لك شو صار لامي؟ خالتي صارت معها هالصدمة من وقت الحادثة، ولهلا مثل ما كنتم شايفينها ما تغيرت، وراسها وقلب سيف انه امها وابوها واختها سمر عايشين. ساعتن عايشين هيك بفكرة، ويا من تراها على الاساطيح وبالحارات عم تنادي عليهم وتدور. لك المصيبة كل ما شافت وحدة هيك بعمر اختها سمر بتفكرها هي. حلي اذا بتنحل. اخذتوها على الدكتور؟ ايه لكان اخذناها، بس المسكينة كانت الصدمة كتير قاسية عليها، لانه لما نزلت القذيفة على البيت توفى ابي وامي واختي سمر، وهي الوحيدة نائلة اللي نفدت. انا كنت برات البيت، بس المسكينة لما صحيت وشافت اللي صار هيك صارت مثل ما عليك شايفتيها. جنت؟ لا شو جنت، يعني هيك هي بسموها مرض نفسي، شيء عصبي يعني. هذا المرض اسمه سايكو. سايكو؟ يعني هيدا وباء بيعدي؟ لا شو بيعدي؟ يعني عقلة بيروح وبيجي، بس لا بتأذي ولا بتدعي. سمر لهلا ما فتي على الحمام؟ اي حمام؟ شو حمام؟ بدك تحممي سمر؟ ليش عندكم ماي؟ هي لكان؟ الخزان محبة. ماي سخنة يعني؟ على طول ماي سخنة يعني. في رياف يعني وصابون غار وكل هيك؟ في صابون غار وفي ماي سخنة وفي شامبو. يلا قومي على الحمام رح طلع لك تيابك. عاد اسمع لأقول لك أستاذ عزيز، أنا من الآخر يعني انشرح قلبي لأختك كيف لكان، وقررت إني أساعدك كل يوم. أنا بس أنت تغادر أنا بفوت، وبس أنا أطلع أنت بتفوت يعني، وبعدين بروح بنام عند عمي أبو جاسم. والله الحقيقة هي فكرة يعني، بس أنا آسف ما راح أقدر أدفع لك. ويلاه ويلاه، مين قال لك بدي مصاري؟ انا بشتغل باكلي وشربي وانت خلصت القصه. قصه تطوع عمل انساني فقط لغير، لحتى ني تروح موجه السايكو من عند اختك. يعني خلاص انا من اليوم ورايح صار فيني اعتمد عليك مشان اختي؟ كيف لكن تكل على الله، انا لقطه لاختك وهي لقطه لإلي بهاي الظروف الحواليك. كيف لكن يلا لكن مو متيسر على شغلك وانا كمان متيسر على شغلي. أنا سيد دنيا، إذا لزمك شيء بس رقم تليفوني معنا، إذا اتصلي فيني فورا. أنا إنه عم مشغول بتوزيع المعونات. الله يقويك على فعل الخير. يلا السلام عليكم. الله معك عمي أبو جاسم. ديروا بالكم على حالكم، فهمتي؟ ديروا بالك على حالكم. الله يرضى عليك. الله معاكم ميسرة يعني. هنا هون احنا بنعيلي حيث إلى خبزي أمي وقهوتي أمي. الله يذكرك بالخير يا طوني خليفي. مين بغني هاي؟ نقل سايكو؟